vascular system راح ناخذ من الهارت الارتري والفين اللي تطلع من عندها بتشم واحد المين ارتري وفين اثنين ارتري ماشي وستة فين تمام يجوز نص المحاضرين محاضرة بس اثنين ارتري وستة فين شنو هن الارتري مين اورتا والفورمولاري ارتري شنو هن الفين فورمولاري فين السوبيريور والانفيريور فينا كابا تمام فورمولاري فين اربعة سوبيريور فينا كابا انفيريور فينا كابا يصير ستة نجي على اول واحد اللي هو الاورتا الاورتا فيه ثلاث اجزاء السيندينج اورتا ارتش اوف ذا اورتا اللي هو هذا descending aorta لا ascending aorta يبدأ تقريبا من level T4 ماشي شنو T4 عكو أحد ما يعرف شنو T4 من أساس أي شيء خاف يكون في الأسئلة T4 تعرفوها يعني زين بدنا نعرف تبدأ بال T4 يبدأ عندك ال ascending aorta ascending aorta منين يطلع؟ من هي جزء من الهارت؟ لا باي لا ليف فنتكل لأن بخلنا البلاد أكسجينيتد باقي المهم يطلع على سيندينج أورتا أول برانش من السيندينج أورتا راح يكون شنو هو؟ أول برانش كورونري كل واحد يطلع من الرايت واحد يطلع من الليف هو طالع من الهارت يروح يغذي الجسم اقرب شيء له شنو هو الهارت غير يغذي الهارت اللي هو ده يضخ البلاد يغذي الهارت يطلع واحد من الرايت رايت كورونري يطلع واحد من الليفت ليفت كورونري يكمل صعوده تقريبا بالتي 5 راح يبدا عندنا الارتش مال الاورتا ارتش مال الاورتا راح يطلع من عنده ثلاثة برانشات واحد يروح للرايت واثنين يروح للليفت اللي راح يروح للرايت هو يسموه بريكيو العلاقة بالهاند بالأبرليم بريكيو سيفاليك يعني هن بريكيو سيفاليك برانش بريكيو سيفاليك برانش جوا السبكليفيان العفو جوا الستيرنوكلافيكولار جوينت راح ينقسم إلى قسمين واحد يروح لل ما قلنا بريكيو سيفاليك واحد يروح للبريكيو واحد يروح للأبرليم واحد يروح للهيد اللي راح يروح للهيد راح يسموه كمون كاروتيد أرتري كمون كاروتيد يعني اكو بعد افرع ما دام سميناه كمون يعني رئيسي الكمون كاروتيد ارتري راح يصعد بالنك راح ينقسم الى انترنال واكسترنال كاروتيد ارتري انترنال كاروتيد ارتري راح يصعد عندنا للبرين يشارك الترويه بالبرين اكسترنال كاروتيد راح يغذي لنا الهيد والفيس تمام الجزء الثاني قلنا اللي هو منه يطلع السبكليفيان اللي يروح للبراكيو احنا قلنا بريكيو سيفالي كمون كاروتيد ارتري سبكليفيان من اسمه سبكليفيان يعني جوا الكلافيكال بون منه راح يجي راح يروح وين على برلين بالابرلين راح يجي اسمه سبكليفيان يوصل للاكزيلري للاكزيلري هنا بالباس سموه اكزيلري يدخل اكزيلري ارتري يدخل جاء المنطقه البريكية هذه المنطقه هاي سموها البريكية سموه بريكيال ارتري نزل بالمنطقة هنا راح يتفرع الى فرعين واحد يروح ويا الرادياس يسموه ريديال ارتري واحد يروح ويا الانا يسموه النر تمام ريديال النر صعدا صار البريكيال صعدا صار شو اسمه اكزيلري صعدا صار سبكليبيان راح صار شنو بريكيو سيفاليك اللي هو برانش منين من الارتش اوف ذا اورتا اوكي البرانشين الاخرى هن نفسهم سبكليفيان وكمون كاروتيد بس بياجيها بالليف ما يحتاجن هن قريبات بالليف من الهارت فما يحتاج الفد برانش حتى يوصل المسافه حتى يرجعن يتفرعن مباشره يطلع الليف كمون كاروتيد ارتري ويطلع الليف سبكليفيان ارتري ونفس التقسيم ليف سبكليفيان راح يروح ليف اكزيلري راح يروح ليف بريكير راح يروح ليف راديال راح يروح ليف ماشي وهذا ليف كمون كاروتيد راح يروح ليفت انترنال كاروتيد ليفت اكسترنال كاروتيد اوكي خلصنا الاسيندينج اورتا اورتا يبدا ينزل يبدا الاسيندينج اورتا يبدا عندنا بمنطقة ايضا التي 4 لما ناخذ مقطع عربي يقول لك بالهارت او مرات بالام ار اي من يجون يشوفون منطقة التي 4 راح يشوفون تو اورتا واحد انتيري واحد بوستيري اللي هو واحد الاسيندينج وواحد الديسيندينج
تمام؟ يعني هنا قطعة وشافوا ascending و descending الارتش ان شاء الله راح يبدأ. فالمهم يبدأ descending، يبدأ من T4 descending ينزل على التوراكس يسموه descending thoracic aorta، ينزل على الابدومين يسموه descending abdominal aorta. من T4 إلى حد T12 هذا يسموه الثوراسيك، راح يوصل لي وين؟ للدايفرام، راح يعبر الدايفرام، راح يبدأ عندنا الابدومينال اللي هو من T12 إلى L4. أوكي؟ هذا ثوراسيك وابدومينال. الثوراسيك يبدأ عندنا ينطينا تفرعات، شنو هي التفرعات اللي ينطينا إياها؟ ينطينا الأورجن القريبة من عنده. شنو هي الأورجن القريبة من عنده؟ عندك الإسوفيجاس راح يعطينا إسوفيجال برانش. عندك ميديا ستينال راح يعطينا ميديا ستينال برانش، عندك بيريكارديوم راح يعطينا بيريكارديوم برانش، بيريكارديوم قلنا يحيط بالقلب. عندك اللانج تغذية مال اللانج منين تجي؟ اللانج هي البلد اللي يروح بالبولمناري هذا ده يدخل اللانج، دي اوكسجينيتد حتى يطلع اوكسجينيتد، بس اللانج نفسها شنو اللي يغذيها؟ يغذيها برانش من الديسيندنج ثوراسيك اورتا يسموه البرونكيال برانش. هذا يغذي لنا البرونكيوم والتشو مال اللانج تمام. وعندنا يطلع من عنده شنو هو؟ بوستيرير انتركوستال ارتري. شنو بوستيرير انتركوستال ارتري؟ عندك انتركوستال هي السبيس بين ريبز وريبز يسموها كوستال. كاتب لك بالمحاضره 8 او 9 لور 8 او لور 9 انتركوستال سبيس، يعني تبدا تحسب منها من جوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لان اللور 9 او اللور 8 انتر كوستال سبيس اذا اكو فوق واحد من عندهم ما موجود او ما يغذي من هذا اللور راح ياخذ من السبب بيبين ما موجود يكون بالكتاب ما مطلوب يكون مهم. بوستيريور انتر كوستال ارتري منين جاي؟ جاي دايركت من الثوراسيك ديسيندينج اورتا. جوا الريبس اكو يسموه سب كوستال ارتري ايضا جاي دايركت منين؟ من الثوراسيك ديسيندينج ثوراسيك اورتا. انتيريور وما دام قال لك posterior intercostal معناها اكو anterior intercostal، ما كان قال لك، كان قال لك بس intercostal وهي تفرق. قال لك posterior intercostal معناها اكو anterior intercostal. anterior intercostal راح تجينا من السبب كليفين من هنا، من يوم السبب كليفين راح تجينا anterior intercostal. اوكي؟ هنا واضح؟ ثراسي كل من راح ينطي وش راح ينطي؟ زين. نزل الاورتا عبر الدايفرام طبعا ينطينا فرع السوبيريور فيرنيك اللي هو ينطي الدايفرام بالجزء العلوي، بعدين من ينزل بالابدومين انفيريور فيرنيك راح يعطينا الدايفرام بالجزء السفلي. نزل عبر الدايفرام راح يصير عندك هنا ابدومينال اورتا. ابدومينال اورتا بالابدومين راح ينطينا البلاد سبلاي للتشو والابدومين كلها، شكو فيزرا شكو جي اي تي شكو مدري شنو كلها هاي راح ينطيك اياها. مين برانش اللي تطلع من عنده؟ 3 انتيريور برانش اللي هي سيلياك سوبيريور ميزنتريك انتيريور ميزنتريك اللي هي راح تغذي من الجي اي تي سيستم، ستومك لارج انتستين سمول انتستين شكو شيء له علاقه تشو وياها كلها يتغذى من ذني سيلياك سوبيريور ميزنتريك انتيريور ميزنتريك. بعدين يطلع عندك من هنا برانشات جانبيه، اثنين يروح على الرينال اللي هي الكدني اللي يسموها رينال ارتري وتكون مبينه لارج لانه الكدني تحتاج لارج بلاد سبلاي حتى تسوي لك بروسيسنج للبلاد، هي تنظف لك البلاد وترجع لك اياها، فتحتاج سبلاي قوي حتى تشتغل تكفي البلاد مال البادي كله. عندك منها يطلع هذا الجونادال ارتري اللي هو قلنا بالميل يسموه تستيكيولار بالفيميل يسموه اوفر. هذه الجهه الرايت، هذا الرايت تستيكيولار اوفرين ارتري. بالنسبه للليفت منين يطلع الليفت؟ منين يتذكر؟ بلا لا مو بالقناة مو بالانجوانر منين يطلع مو منين يدخل منين يجي هسه الرايت جونادال ارتري جاي لك دايركت من الديسندنج ابدومينال ارتري دكتور يجي مباشرة من ابدومينال ارتري هذا الرايت الليفت نفس الشيء مو لا الليفت يجيك من الرينال اذا تذكرون العام صف اول اخذناه كنت اسالكم عليها شهر مره انها تنزول الليفت يجي من الرينال الرايت يجي دايركت من الارتري. المهم نزل عندنا هنا اكو فشي اسمه هذا يسموه لامبر سيجمنت لامبر ارتري لامبر سيجمنت ارتري هنا اكو ارتري تطلع هنا دائما دائما هذا حتى تغذي لنا اياها تختار لامبر ريجن هذه اذا لامبر ارتري اوكي او سيجمنت ارتري هنا تختار جوا دائما دائما الفيرتبرا كل الجسم هي اكو تختار دائما دائما الفيرتبرا بس هنا يسموها لامبر سيجمنت ارتري
زين نزل الديسيندينج اورتا راح يوصل للال 4 قلنا نهايته بالال 4 راح يصير لي ديفيجن راح يروح الى رايت وليفت اللي هو يسموه رايت كومن اليا كارتري ليفت كومن اليا كارتري زين كومن اليا كارتري راح ينزل في مسافه صغيره بعدين راح يتفرع الى كستيرنال رايت كومن اليا كارتري انترنال رايت كومن اليا ارتري كستيرنال وانترنال ما راح اذكركم رايت وليفت هاي بعدين انتم تفيزوها ولا نوت رايت وليفت ان شاء الله فاذا نزل في ال4 الاورتا راح يتقسم الى كمن اليا كارتري كمن اليا كارتري كل واحد من عندنا البرانش رايت وليفت راح يتقسم الى انترنال وكستيرنال انترنال راح يدخل وين بالبلفيك يغذي لنا البزره مالتها الاكسترنال راح يروح وين على اللور لمب باللور لمب ايضا راح يبدا يتغير اسمه راح يجي من جهه اللاترال تقريبا انتيريال لاترال يسموه فيمورال باعتبار هذا العضو هو الفيمور ماشي فيمورال ارتري راح يفتر من هنا اللي ورا يدخل من بين المصلات راح يصير هنا بمنطقه البوبليتيا راح يسموه بوبليتيا ارتري منطقه البوبليتيا راح يعطينا دو برانش تو مين برانش هذا يسموه بوستيريال تيبيا وهذا هنا يسموه انتيريال تيبيا واحد يجي ورا التيبيا واحد يجي anterior to the tibia يسموه posterior tibial anterior tibial تمام posterior tibial anterior tibial ساعات صار popliteal ساعات صار femoral ساعات صار external iliac بعدين صار common iliac بعدين صار ascending aorta بعدين صار arching aorta بعدين صار descending aorta بعدين وصل لنا تمام اوكي شفت الفكرة زين البين البين عندنا سوبيريور فينا كافا سوبيريور فينا كافا يصعد من الهارت من منطقة السينو كلافيكولار جوينت راح ينقسم الى لا العفو يصعد من الهارت ينقسم الى قسمين اللي هي احنا قلنا عندنا بريكوسيفاليك ارتري هنا راح يصير عندنا بريكوسيفاليك بين واحد رايت واحد ليفت كل واحد من عندهم راح ينقسم بعدين الى قسمين وين ينقسم جوا السترنو كلافيكولار جوينت راح ينقسم الى قسمين سبك ليبيان يمشي ويا السبك ليبيان ارتري نفس الاسماء مال السبك ليبيان ارتري الثاني راح يروح لفوق اسمه انترنو جاكيلار ارتري اوكي لكن قلنا كم كاراتيد انترنو جاكيلار بين لكن كم كاراتيد ارتري هذا راح يكون اسمه انترنو جاكيلار بين اكسترنو جاكيلار بين راح يجينا من السبك ليبيان دام قال انترنال وكستيرنال كستيرنال يجي من السبك ليبيان بعدين تفرع من السبك ليبيان راح ناخذ الهيد والنيك راح تتشابهون ما راح نفوت نفوت التفاصيل هسه قاعد نحكي كمين سوبيريور فينا كافا يتقسم الى رايت وليفت بريكيو سيفاليك بين بريكيو سيفاليك راح يتقسم الى انترنال جيجولار و سبك ليبيان سبك ليبيان نفس التقسيمات مال ذاك اكزيلاري بين بريكيال بين راديال بين النر بين اوكي هذا قلنا انترنال جيجولار والاكسترنال يجي من السبك ليبيان انفيريال بين كافا انفيريال بين كافا راح ينزل جوا الدايفرام راح ينطينا الرينو وراح ينطينا الجونادل بين وراح ينطينا بورتال بين وراح ينطينا بعدين ينزل ايضا جوا ويا الارتري بمنطقه التي 4 راح ينقسم الى كمان اليك بين نفس الشيء يمشي بعد سهوله بعدك تفاصيل بها هذا راح تاخذ مال الابدومن راح نحكي بها انه مال الليبر خلينا نقول هنا قلنا عندنا السيلياك والسوبيريور ميزينتيك والانفيريور ميزينتيك هاي دايركت من الاورتا بس الباكورد مالتها راح يرجع دايركت للليفر فماكو سوبيريور ميزينتريك وفيريور ميزينتريك بين هذا راح يجي للليفر الليفر راح يسوي له بروسيسنج هذا راح يجيب البلاد من الجي اي تي سيستم من الاستومك من السمول انتستن من اللارج انتستن اللي راح تمتص لنا المينرالز والفود والمدري شنو اللي بناخذهن كلها توديها للليفر الليفر يسوي بروسيسنج شوف شنو اللي يحتاج الجسم يضخه بالدم وشنو ما يحتاج الجسم يخزنه وشنو اللي كذا وكذا هاي شغلات الفيزيولوجي ما ندخل فيها احنا نحكي نتو من تاخذ مال الابدومن راح ننطي التفرعات اللي بالابدومن اكثر دقه اكثر هسه نحكي ان جنرال تمام وصلت الفكره لهنا اكو سؤال اكو سؤال
ترجعوا من القناة.